أولا مثلين محركين في كلمتي نضرب لك مثل صوبب وذلل وكيلل ولبب ولاك جسس ولا غصصب ولاك هيلل وشذ فئل ونحوه فكم بنقل فقبل وحي يفكك والدغم دون حذر كذاك نحو تتجلى والستر وما بتائين ابتدي قد اختصر في على تكتبين العبر وفك حيث مضغم فيه سكن لكونه بمضمير اقتر نحو حللت ما حللت هو في جزم وشبه الجزم تخيل قفي وفك أفعل في التعجب التزم والتزم الإدغام أيضا في هلم وما بجمعه عنيت قد كمل نظما على جل المهم ما تشتمل أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة فأحمد الله مصليا على محمد صلى الله عليه وسلم خير نبي أرسل وآله الغر الكرام البر وصحبه المنتخب الخيار. يقول في الإدغام اجتماع المثلين مستثقل، اجتماع الاثنين مستثقل، يستثقلون أن يميلوا ألسنتهم عن موضع ثم يعيدوها إليه. قال الخليل يشبه مشية المقيد لأنه يرفع رجله عن موضع ثم يعيدها إليه أو إلى مكان قريب منه. ولك جاء بالإدغام. وجه ذكر الإدغام بعد الإعلال أن الحرف المدغم تنقل حركته إلى الساكن قبله نحو يرد أصلا يردد فهو نظير يقول ويفر فهو نظير يبيع وذلك ذكر معه. قال إذا اجتمع مثلان في كلمة وكان محركين وجب الإدغام بشرط أن لا يكون في بداية الكلمة، لأن المدغم يسكن، وإذا لا بد من اجتزاب همزة وصل، والعرب لا تبدأ بساكن. في نحو ددن وهو اسم الجهل يقال في ددن ويقال في ددا هكذا لا إدغام لأنه ما في أول كلام. ومع ذلك إذا كان تائين، إذا كان تائين نحو تتابع وتتبع يجوز بإسكان الأول واجتياب همزة وصل. وإذا كان مضارعا قالوا ذلك ضعيف، وسمع إذا كان في الوصل بعد متحرك نحو تكاد تميز صار تتميز ولا تيمم الخبيث أن تنفقون. أما في البداية يقولون لم يخلق الله همزة وصل في أول فعل مضارع، همزة وصل تأتي في أول الماضي انطلق واستخرج في أول مضارع لا تأتي والله أعلم. إذن حتى لا يضطروا لهمزة وصل يصلون يقولون تكاد تميز ولا تيمم، لأنه في الوصل لا يفتقرون إلى استجاب همزة وصل. قال لك مثل الصفف، صفف لا يجوز إدغامه ومثل ولا شيء ولا يجوز إدغامه شيء مثله. صفف وذلل لا يجوز إدغامه. وكلا جمع كلة وهي غطاء يتقى به البعوض ويقال لها عند المدينة ناموسية ناموسية. لك مثل الصفف وذلل وكلل ولبب كذلك لبب فعل لا يجوز إدغامهم. قال أما الثلاثة الأولى صفف وذلل وكلل فإنها ليست على أوزان الأفعال، والإدغام أصل في الأفعال ولا يحمل عليهم الأسماء إلا ما شبهه، وهذه ليست كأوزان الأفعال مطلقا. أما طلل فالحقيقة هو بوزن حل، لكن تركوا الإدغام فيه هو للخفة. الإدغام المطلوب منه تخفيفه، والمفتوح لا يستثقل. ثم قالوا تركوه تنبيها على أن الإدغام فرع في الأسماء ليس أصلا فيها، لأن مشابه من الأفعال يدغم. أربعة قالوا يدخل في ذلك ما شابه هذه الأوزان بصدره لا بجملته، فلا إدغام في نحو خوششاء وهو عظم خلف الأذن، خوششاء من الصفف، ولا في نحو سلطان من رد تقول فيه رددان رددان لأنه أشبه ذل بصدره لا بجملته، ولا في نحو حبابة جمع حب حبابة لأنه يشبه كلا، ولا في نحو دججان دج دججان مشي دججان كذلك هذا يشبه طلل. قالوا كان عليك يا ابن مالك يا نحاء أن تذكروا فعل فعل من أوزان الأسماء ولا توجد في الأفعال، فلو صوتها من رد مثال إبل تقول يردد ولا يجوز إدغامه. كذلك فعل كعضد من رد، عضد
من رد تقول فيه رد رد، وكتف من رد تقول فيه رد، لأن هذه الأوزان في الأفعال كفهم فهم وشرف كما تذكروها.